عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنج ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام هنا في العاصمة أبوظبي على ميدان الوثبة. تابعنا أشواط الرموز، تابعنا شوط الكاس المفتوح ذهب مع انذار لهجن الرياسة، تابعنا أيضا شوط الشداد المفتوح ذهب مع سرمد لهجن الرياسة. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والمشرف العام عن هجن الرياسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. تهانينا للمضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الأخيالي، تهانينا أيضا للمضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. تابعنا شوط المحليات وكاس المحليات ذهب مع منصب لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نقدم التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، وإلى المضمر الواثق دائما من هجن العاصمة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ينطلق الرمز الرابع وهو مخصص للقاية الجعادين المحليات الأصايل، الشداد ينتظر في المنصة مكمل الرموز الأربعة في هذا المساء لأصحاب السمو الشيوخ مباشرة. نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، وأرى الآن على المقدمة في هذه اللحظات لازم على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي ملازم الصدارة. ننتقل إلى المركز الثاني، شمعدان في المركز الثاني أيضا لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث، الأسد في المركز الثالث، الأسد وصل في المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي المركز الرابع الأسد هنا في المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. وبنشوف المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي بقيادة المضمر فايز بن غافان اليابري الدكتور الشعبي متواجد مع شاهين اللي في المركز الخامس. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، وأرى الآن شمعدان على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتماعي بحرب المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل الذي لا يعرف مستحيل مع هذا التضمير مع هذا الأداء. وحرب لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. ننتقل إلى الملازم في المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. في المركز الرابع الأسد في المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بسم المنصوري. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي بقيادة الدكتور الشعبي فايز بن غافان اليابري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وحرب يغير إلى مقدمة هذا الشوط، ودارت رحى الحرب على مقدمة هذا الشوط على هذا الرمز. حرب طاحنة على أرضية هذا الميدان بالشعار الأحمر والشعار العاصمي. يا السلام على هذا الأداء، الأداء المتميز. أرى الآن حرب بدأ، الآن ينتقل إلى مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار، الشعار الحمر مر عبر كل خطر على مقدمة هذا الشوط وعلى ظهر حرب. ها هو حرب لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد
راشد بن محمد بسم المنصوري ملازم في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، لكن حرب بدأ يغادر بدأ يباعد بمقدمة هذا الشوط. ها هو حرب لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد المنصوري خطف بار الشداد اخطف ايضا هنا بهذا الشعار وبهذا المسمى حرب يخطف ايضا الشداد المحليات في هذا المساء. ها هو حرب كل خطر على مقدمة هذا الشوط مر عبر الى الخط الهاترك لهجن الرياسة لهذه المؤسسة العملاقة الذي تمتلك من خيرة الهجن متواجدة في هذه العزبة. تهانينا الى المقام السامي الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على هذا الدعم المستمر لهذه الرياضة. تهانينا تهانينا لهجن الرياسة على فوز حرب هذا الرمز. تهانينا ايضا مصحوبة الى المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري المركز الثاني الاسد لهجن الرياسة وفي المركز الثالث ملازم لهجن العاصمة وفي المركز الرابع شمعدان لهجن العاصمة وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني من مخرجنا المبدع دائما مع قناة ياس الفضائية. وها هي ساعة انطلاقة هذا الشوط وشاهدنا وتابعنا هذا الأداء المتميز لهجن الرياسة في هذا المساء المساء المتميز بهذا الحضور المتميز. ها هو حرب ساعة وصوله إلى خط النهاية قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق 20 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة تهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري والذي وصل في المركز الثاني. أيضا الأسد نفس الشعار نفس المضمر المضمر المستحيل في زمن وقدره 7 دقائق 29 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة تهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري والذي وصل في المركز الثالث ملازم لهجن العاصمة في زمن وقدره 7 دقائق 30 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي ولا زال صاحب التوقيت القياسي في سباق هذا المساء وصاحب الرمز للقاية الجعادين المفتوح سرمد لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل الذي لا يعرف مستحيل في هذا التضمير راشد بن محمد بسم المنصوري 7 دقائق 15 ثانية.